قمنا اليوم بأكثار كثير، أكثر من 5 شتلات لهذه الشجرة. الآن راح نصور لكم نوعية هذه الثمار التي تعتبر الأولى في اليمن. انتبه خفيف، خفيف تريح. اوه قوية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا محمد حجر، هلا. شوف ما تبشر كم قصار من ذوهنية. هذا ذول حق اجمها، هذا من عمل حقها، هذا من عمل. اشرح عنها البذور حقها. ايوه، تخرج من الجذع نفسه، من جذع الشجره. الشجره ولذلك احبتي المتابعين، هذه الاغصان الليميه هي دائما تعيق عمليه الاثمار. ونحن اليوم نصحنا المزارع انه يعمل لها تقطيع، ولكن نحن في اليمن الان منها، وهذه تعتبر الشجره الام لهذه الثمره. خلفي تماما، وعمرها 8 سنوات، ويبلغ ارتفاعها الى حدود 8 أمتار، وقد يصل أحيانا إلى 15 مترا في الارتفاع. ونتمنى إن شاء الله عن التعاون مع المزارع في إكثار هذه الشجرة عن طريق الترقيد الهوائي الذي قدمت قناة المهندس محمد حجر في اليوتيوب إرشادا له.